مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هتكلم معاكم عن بوتاجازات شيف كوك الخمسه شعله. البوتاجاز اللي قدامنا ده يا جماعه ضمان 5 سنين، ماركه جديده في السوق المصري، طبعا خامات معروفه ومكونات كلها مصريه بالكامل، ضمانه 5 سنين في مصر. عندنا العيون بتاعته نحاس، الحوامل بتاعته حديد ضد الكسر. طبعا عندنا ليه مفتاحين للفرن وللشوايه، اللي هم مفتاح الفرن ومفتاح الشوايه مع بعض. عندنا مفاتيح العيون اهين، عندنا مفتاح المروحه، مفتاح الشوايه، مفتاح الاشعال، مفتاح اللمبه. عندنا الشاشه الديجيتال دي لظبط التايمر. المقبض بتاعه مقبض عازل، الشكل بتاعه شكل خشبي، الاستانلس بتاعه استانلس وشي في الامام، والجناب بتاعته ساق حراري ضد درجه الحراره وضد السخونيه. نيجي نبص على شكل الفرن بتاعه من جوه يا جماعه، ده شكل الفرن من الداخل. عندنا الشوايه بتاعته موجوده هنا اهي، مروحه في الوش قدامنا. طبعا سعه الفرن بتاعته كبيره يا جماعه، والفرن عندنا هنا بيشيل 2 شوايه، واحده جوه اهي والتانيه موجوده جنبيها هنا اهي. دي الشوايه بتاعته اللي في الامام من فوق، وعندنا الفتحات اللي تحت دي. ده كده بالنسبه للبوتاجاز. عندنا اكبر نسبه عزل يا جماعه بتكون موجوده في البوتاجاز جنب الساق، يعني الساق ده كله بيكون ساق حراري ضد درجه الحراره، واللي جنبيه دي درجه العزل للفرن. نيجي عندنا هنا نتكلم عن الشاشه التايمر. الشاشه التايمر ده يا جماعه بنظبط منها درجه حراره الفرن، وبنظبط منها التايمر بتاع الوقت. طبعا عندنا شكل المفاتيح اهي بالكامل. طبعا نيجي هنا، ده مفتاح المروحه، مفتاح الشوايه، مفتاح اللمبه، مفتاح الاشعاع. نيجي نبص على العيون بتاعته من فوق، دي حاجه تانية. هنا مفتاح العيون بتاعه، العيون بتاعته هنا كلها من جوه نحاس، يعني الحامل بتاعه حامل حديد ضد الكسر، مش حامل زر. حامل الزر للاسف ان هي المشكله اللي فيها، ان انت طبعا مع الوقت بتتكسر. وعندنا الفونيات بتاعته، الفونيات اللي هي الواسعه مش غرف غاز. وده سعره في السوق يا جماعه النهارده بيتراوح من 3500 ل 4000 جنيه، ده السعر بتاعه في السوق. وطبعا باختلاف الموديلات بتاعته ضمانه بيكون ضمان 5 سنين شامل من الشركه. عندنا اللي تحت هنا دي حافظه دي حافظه الطعام بتاعته. طبعا البوتاجاز يا جماعه شكله شيك يعني، وشكل جديد موجود في السوق. ده شكل البوتاجاز بتاعنا اهو بالكامل. طبعا زي ما احنا اتكلمنا قلنا العيون بتاعته نحاس، الضمان بتاعه 5 سنين شامل، الفرن والشوايه اشتغلوا مع بعض لاكتر من ربع ساعه. طبعا بوتاجازات كتير الفرن والشوايه بتاعها ما بيشتغلوش اكتر من ربع ساعه مع بعض، لان ده بيكون فيه خطر على البوتاجاز. ده كده يا جماعه مواصفات البوتاجاز الشيف كوك النهارده. ان شاء الله انتظرونا بكره في منتجات جديده وموديلات جديده للبوتاجازات الرويال جاز والشيف كوك مع بعض. وده الشكل بتاعه. طبعا يا جماعه معلومه اخيره، لو اول مره تشوف الفيديو بتاعنا يا ريت تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. شكرا لكم يا جماعه، وان شاء الله اقابلكم بكره في فيديو جديد.